ملفنا الطبي كعادة كل يوم أربعاء تلتقيه رفقة الدكتور عبد الوهاب زيزي، دكتور اختصاصي في أمراض النساء التوليد وعلاج مشاكل الخصوبة والعقم. للأهمية ديال هذا التخصص باش نفيدو كل مستمعة وفية، كل مستمعة جديدة غتنضم لينا تبغي تسول على صحتها على سلامتها، وتنوصيوها دائما بالمتابعة والمراقبة الصحية ديالها في حالة أي عارض أي مشكل أي حاجة ما كانش طبيعية، فتحاول على قدر ما استطعت أنها تستشر مع الطبيب ديالها بطبيعة حال متتبع اللي هو في تخصص ديال أمراض النساء التوليد وعلاج مشاكل الخصوبة والعقم. مرحبا بكم معنا، وحنا كيف ما وعدناكم الحلقة اللي فاتت رفقة الدكتور عبد الوهاب زيزي أنه قلنا اليوم غادي نخصو حديثنا على فترة مهمة من فترات حياة كل مرأة ضروري ما غتمر منها، وتيكون عندها تساؤلات، تيكون عندها مخاوف كثيرة، خصوصا ملي كتبدا البشائر الأولى ديال انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية كتبدا تأخر عليها، كتدخل في سن الأربعين فما فوق، فالسؤال الحتمي تتقول لك ياك ما الدورة الشهرية ديالي ما تبقاش تجي، ياك ما بديت أنه دخلت في ديك المرحلة ديال سن النضج أو سن الأمل، ياك ما خصني نوجد راسي، شنو خصني ندير؟ كيبداو هنا بطبيعة الحال بعض المخاوف كيف قلت، لأنه بالنسبة للمرأة مشاق النفسي الدورة الشهرية أو الدورة ديالها تتكون عندها واحد بحال واحد الأمل في الحياة، أنا مازال منجبة مازال في صحة مزيانة، ولكن أكيد أن حتى هذه فترة مهمة كيخصها تهيئ لها تهيئ جيد. والدكتور عبد الوهاب زيزي ما غاديش يبخل علينا، غادي يتكلم علينا بالتفاصيل، غادي نجاوبوك على كل الأسئلة اللي تكلمنا عليها، واللي هي إمتى نعرف أنه الدورة الشهرية ديالي صافرة انقطعت بشكل نهائي ما غاديش تعاود ترجع، أش من سن أو أش من مرحلة عمرية غادي نوجد أنه صافرة أنا مقبلة على هذه المرحلة هذه، واش كتنقطع نهائيا ولا كتكون مراحل، يعني شويه كتاخر عليا بشهر بشهرين ثلاث شهور بعد مره ست شهور، شنو ربما المده اللي صافي غنحكم عليها انه صافي انقطعت بشكل نهائي، واش غتقدر ترجع لي مره واحده اخرى، شنو هي الادويه ولا مثلا شنو هما النصائح اللي ممكن اهل اختصاص الاطباء يقدروا يعاونونا في شق الهرمونات ان تعزز لنا الدوره الشهريه وتبقى مازال في العطاء وفي الانتاج، وعدد من الحويجات وايضا حتى الاعراض اللي كتكون مرافقه كيف ما شاء الله الدكتور لطفي صغاري في حلقتنا ديال اليوم ديال السلميه الهبات الصاد او الكربه ديال الصاد اللي بزاف ديال المستمعات سولونا عليها، لانه فعلا هي معاناة وحد الالم كبير جدا ما تتعاني منه غير اللي مجربه. فهادشي كله غادي نحاولوا نطمنوكم مستمعاتي الاعزاء خصوصا اللي مهيئات لهذه الفتره ولا هي تتعيش هذه الفتره وعندها كيف قلنا اسئله ومخاوف وعدد من الحويجات، فتنقولك اطمئني ان شاء الله الدكتور غادي يغيب علينا غير واحد خمسة ديال الدقائق ست ديال الدقائق لانه كان في واحد ولادها يعني هاد الصباح ويلا جاي في الطريق، فغادي ننتظروا ان شاء الله ثواني. حنا بطبيعه الحال ما غنخليكمش هكذاك، نمشيو نمروا انا معكم مستمعينا الاعزاء. هذا كان اهداء صراحه لانه الروائع الترابيه ما كيتشبعش منها، وكان اهداء خاص للدكتور عبد الوهاب زيزي لانه كان جاي في الطريق فهدينا لك هذه الرائعه ديال ذكرى وحياتي عندك. دكتور مرحبا بك، شكرا، صباح الخير، شكرا على هذه الهدايه بالهديه. مرحبا دوك خلاتها وحياتي عندك لما جي. تحيه لجميع المستمعين المستمعات الكرام، وتحيه الطاقم التقني لاذاعه ام اف ام، تحيه للجاليه ديالنا في الخليج اللي ما خصناش ننساو اللي كتبعونا دابا مباشره، تحيه من المنبر، وتحيه لك الاخت سميه كريمو، والسلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليك السلام دكتور، الله يقويك، حنا عارفين ان الالتزامات ديال الدكتور خصوصا طبيب نساء تيجيكم داكشي على غفله. أيوة. الله يسهل الامور، هادشي اللي كاين. غادي نمشيو سريعا باش ما نضيعوش الوقت كثير، حنا تكلمنا على الموضوع، انا درت واحد المقدمه بسيطه. المقدمه تبارك الله عليك مزيان، مقلما نقول. لا 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 توا كل خير. فانا عطيت غير الاسئله، خاصك تعطينا الاجابات باش نطمنوا المستمعين ديالنا، لانه مرحله كيف قلنا مهمه، كل وحده فينا غتمر منها غتمر منها، حتى الشابات غيستافدوا. تفضل دكتور. اكيد. الموضوع ديال اليوم حول سن النضج اللي تنعيط له انا ديما سن النضج، ما بغيتش نقسم عليك سن يأس، لان بحال المراه يئست من الحياه. وهذا السن اللي كيبدا ابتداء 48 50 سنه في حقيقه الامر المراه يلاه كتبدا الحياه ديالها. هذيك المراه اللي ضحات وضحات يعني بذاك الاطفال وكتعرف المرحله ديال الحمل وكتعرف القرايه ديالهم، كتعرف يعني هذاك التضحيه كلها اللي كتعطي للام، ملي كتوصل 50 سنه كتظن بان الحياه ديالها تقادات. وهذا اليوم يعني في القرن 21 هادشي لا يعقل، لا يعقل، بحكم ان اليوم تيمكننا هذيك المراه ديال 50 سنه تبقى دائما دائما شابه، لان غنعطيو عدد ديال الحلول حول السن الخمسينات وما فوق، شنو المرأة خاصها دير باش تبقى دائما شابة، لأن كاين عدد وعدد ديال النصائح بما فيهم لا ميدسين أونتي إيج، يعني واحد الطب
اللي تمكن المرأة باش تبقى دائما شابة بما فيها التغذية بما فيها الرياضة بما فيها يعني الاستيتيك حتى الاستيتيك فاجينال اليوم تزدر يعني الفاجينال كاين الأهمية من ناحية ديال يعني العلاقات الحميمية اللي كتبقى غادية يعني تشبيب المهبل تماما كيف كانت تشبيب المهبل هادشي كلشي غادي نهضر عليه بطبيعة الحال غير اللي تنبين نضيف واللي خص الناس يعرفوا بان هي حاله فيزيولوجيه ماشي حاله مرضيه ولكن كيمكن لها تحول من الحاله الفيزيولوجيه الى الحاله المرضيه الا ما خدناش التدابير اللازمه ولا ما خدناش الادويه المناسبه ولا ما خدناش عدد ديال يعني ديال المسائل اللي خصنا نديرو باش ما يبقاش هذا المشكل ديال السن النضج لان الله يكون في عون هذيك المراه ديال 50 عام انا دائما على جميع على بلاص لان عدد ديال النساء بعد 50 عام صافي تيقول لك المراه راه شرفات راه راجل كيمشي يتزوج الى اخره تيوقع واحد المشاكل كثيره هذا هو الجزاء اي وحتى هي بينها وبين نفسها تيكون عندها تاثير نفسي اكثر طبيعه الحال كيما حتى واحد التاثير النفسي اللي غادي نهضروا عليه لانه مهم ومهم جدا حتى هو غادي نهضروا عليه بتفاصيل اللي كاين وهو بعدا هذا السن ديال النضج فيه ثلاثه المراحل كاين المرحله اللي قبل السن النضج لا بري مينوبوز اللي كيكون فيها هناك اضطرابات ديال الدوره الشهريه ولكن اضطرابات تيدوروا يعني تيطولوا 3 سنين 4 سنين كتبقى مجهده من بعد كتجي يكون شهرين بعد كتجي يكون 3 شهور بعد تكون 5 شهور الى اخره تيدوف واحد الظرف زمني ديال 4 سنين وقبل ملي كتجي في الطوموبيل سمعت كتهضر على مساله مهمه فوقاش كيفاش غادي نعرفوا بان هو سن النضج في حداتهم هذاك السن النضج في حداتو كنعرفوه بجوج المسائل المساله الاولى ملي كنقاطع الدوره الشهريه بصفه نهائيه مده عام ما كتبقاش تجي عام كتقدر تجي يكون شهرين يكون 3 شهور يكون 4 شهور تمشي وتجي الى اخره ولكن حنا ما كنهضروا على المينوبوز حتى تتقطع عام نهائي هذه الاولى ثانيا كاين تحاليل دمويه اللي تيمكن نديرو تيمكن نديرو دوزاج هرمونال هذاك الدوزاج هرمونال بطبيعه الحال تيبينو واش المراه في سن النضج ولا ماشي في سن النضج هذه حتى هي مهمه جدا كاين المرحله الثانيه اللي ديال سن النضج هذاك اللي غنهضرو عليه بتفاصيل وكاين المرحله الثالثه اللي كنساو هي ما بعد سن النضج لا بوست مينوبوز كاين بطبيعه الحال كاين ثلاث مراحل لا بيس مونوبوز 65 سنة الفوق حتى هي عندها يعني تدخل في إطار سن النضج ولا كتدخل في استقرار يمكن الحالة ديالها ياك كيفاش في استقرار يعني زعما الوضع كيستقر زعما ما كتبقاش لا على حسب كل مرة عرفتي تو عاج قلت كاينة لا بوس مينوبوز هي فيها عدد ديال المسائل اللي خصها دير لأن ماشيش موقف المرة ديال 50 عام 60 عام كاين 65 كاين 70 كاين 75 إلى آخره حنا كنهضرو على بوست مينوبوز فوق 65 سنة اللي كاين وهو هاد المرحلة هادي خصها تاخذ بعدا من ناحية ديال الزوج بعين الاعتبار والوسط العائلي لأن كاين واحد انخفاض ديال الهرمونات انخفاض مهم ومهم جدا وهذاك انخفاض الهرمون عنده علاقة مباشرة مع جميع المسائل ولا جميع لي ترانسفورماسيون كوربوريل اللي تيوقع عند المرأة أولا ملي كيكون انخفاض ديال الاستروجين ولا انخفاض من انعدام يعني نهائيا ديال الاستروجين كتعرف بان هذيك الماده مهمه ومهمه جدا عند المراه كتاثر بعدا على الجلد على لابو كتاثر على الجلد ولا والجلد يعني يسو ديسيش كينشف كينشف نهائيا وملي كينشف كيتكمش كيتكمش وملي كيتكمش راك عارف شنو العواقب كيأثر كذلك على الزهاج البولي بحيث هذوك لي زوستروجين عندهم واحد العلاقه مباشره مع لي ديتريزون مع هذوك العضلات ديال النبوله وبالتالي هذيك البوله كتقدر تبقى تتفلت يعني يكفيك باش المراه تكحب ولا المراه يعني يعني تضحك مثلا وتيفلت ليها هذاك البول هذه الانكونتينونس اورينير كتقدر تكون اوروبو كتقدر تكون اليفور بعض الاحيان مجهود ولا بالراحه ممكن ممكن حتى هي عندها علاقه مباشره ولا سيما المراه ولات وشي ولاده اللي كانت تمت في واحد الظروف صعيبه بزاف
هذيك لانكونتينونس كتكثر في لامينوبوز في الولاده الطبيعيه كلشي تنهضر عليه السميه أيوه. عنده الحل صح كلشي عنده الحل كاين كذلك يعني مضاعفات ديال هذاك انخفاض الهرمونات عند المراه ديال الجهاز الهضمي من حيث المراه يعني تيكون عندها يعني عدد ديال المراه ما كاينش مراه اليوم في السن النضج اللي تقول لك ما عندهاش بروبليم دو كولوباتي يعني ديال المصران اللي كيطلبوا تيقول لك المصران منفوخ المصران تيكون منفوخ هادشي عنده علاقه حتى هو مباشره مع انخفاض الهرمونات كذلك اللي خصك تعرف بان المراه في هاد علاش نقول لك بان الوقايه مهمه ماده اكثر من الاخرين ارتفاع الضغط وداء السكر ومرض القلب الشرايين انا عاوتاني علاش نقول لك يمكن تتحول من ناحيه الفيزيولوجيه الى من ناحيه المرضيه بهذا الشكل اللي كنفسر لك كاين اعداد وعداد ديال الاعراض ولكن العرض ولا الاعراض الى بغيتي الرئيسي هو هذوك لي بوفيت شاليغ يعني هذيك الكربات الصاد اللي عدد ديال النساء كتجيهم وكتجيهم كثره كاين اللي كتجيها حتى ل 15 مره في النهار راه ما يمكنلكش تصور لو ديزاغريمون ديالك لي بوفيت شاليغ انا المراه دابا اللي كتسمعني وعايشه هاد الفتره عارفه علاش كنهضر لان اولا كتكون لك العرقه كثيره من بعد عاوتاني كتبرد يعني خصها يتحل الشرجم باش تنفس الى اخره وهاد الاعراض كلهم عندهم علاقه مع الانخفاض هي الهرمونات وحتى هنا كاين الادويه اللي انا خصنا نبدا نرجعوا للعلاج من بعد وهاد الاعراض كلهم يمكن نتجاوزوهم الى تبعنا واحد النمط ديال الحياه اللي فيه لانيمونتا اللي فيه التغذيه واللي فيه الرياضه واللي فيه الادويه في بعض الاحيان بطبيعه الحال الادويه غادي نرجعوا لهم حتى هما على كل حال كاين عدد ديال الاعراض ولكن انا تنقول لك المشكل النفسي راه ما يمكنلكش تصور المراه يعني تصور نعطيك واحد ليكزومبل واحد سهل المراه ملي تكون فيها الدوره الشهريه كيفاش كتكون؟ مقلقه ومعصبه تتبكي مقلقه وكتبكي تكون عندها اكتئاب تكون عندها ارهاق الى اخره تصور المراه في السن النضج بحال اللي فيها ديما لي غيكل زعما يعني دائما اكتئاب دائما عندها يعني الارهاق دائما عندها يعني قلت النعاس حتى هو لو مونك دو سومي هو عنده علاقه مباشره مع انخفاض الهرمونات الى اخره اذا هاد المرحله احنا ما كنهضروش عليها بزاف مع كامل الاسف لان كنظنوا بان 50 سنه صافي المراه في السنوات انا تنقول بان المراه 50 سنه يلاه بدات علاش؟ لان اليوم نمط الحياه يعني المعدل ديال الحياه في المغرب عند المراه تقريبا 80 85 سنه لان كان واحد تقدم كبير في الطب واليوم ليسبيرونس دو في راه تعدات قبل كانوا 60 عام 62 65 اليوم راه كنوصل الحمد لله ولا الحمد لله باذن الله بطبيعه الحال ولكن اليوم تيمكن نوصل حتى ل 85 سنه اذا هذيك المراه اللي عندها 50 سنه وكتقول في الضات راه مازال عندها 30 حتى 35 سنه صح. في الحياه ديالها قمه العطاء وبقى منتجه وبقى تمام صحيح 35 سنه عندها اذا في هذيك 35 سنه عاد خصها تهلا في راسها مع انها دوزات وقرات وربات وتكرفصات حملات سيزاريان ماشي سيزاريان المشاكل وكان اللي تعطلت في الزواج يعني حتى الربعينات عاد زوجات فعلا يعني وليدات باقيين صغار محتاجين لك بالفعل ياك دوك بالفعل لان يعني الوضع تغير كله اذا المسائل تغيرات صح. واليوم باش نطمن النساء كلهم نقول لهم بان كاين العلاج بدون اي مشكل في جميع النواحي لا من ناحيه ديال الدوره الشهريه لا من ناحيه النفسانيه لا من ناحيه ديال التجميل لا من ناحيه ديال العلاقات الجنسيه الحميميه لا من ناحيه الجهاز البولي لا من ناحيه الجهاز الهضمي الى اخره كاين العلاج على كل حال كاين واحد النقطه تاعي اللي ما هضرناش عليها قبل ما ندخل للتفاصيل راه هادشي غير مقدمه مازال ما دخلناش دابا للتفاصيل مازال ما دخلناش لصوب الموضوع كاين السن النضج اللي كيجي متاخر يعني 55 60 وكيجي مبكر يعني مبكر تيجي على 12 يعني ماشي على 30 30 35 سنه وسيدي ما كتفهمش غير الرقم القياسي العالمي لا اللي بغيت تعرفوا راه جا في 5 سنين واحد البنت كان 5 سنين جاتها لامينوبوز 5 سنين دونك عمرها ما جات الدوره عمرها ما جات الدويه ولكن ما يعني 5 سنين كانت جات هاد الدوره يعني في بعض الاحيان كيكون حتى لك السن البلوغ تيكون مبكر كثير وبالتالي
زينا تنقول لك الرقم القياسي هذا ديال 5 سنوات باقا طفله وتاع ما غادي تجيها صافي مينوبوز 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 ولكن بصفه عامه كاينه مينوبوز بريكوس وهي مساله عائليه سباقيه عائليه لكانت الام مثلا جات على مينوبوز 30 عام يعني هي دو فورت شونس كاين واحد النسبه المئويه اللي كبيره باش حتى البنت شق الوراثه مهم جدا اذا كاين هذيك ولكن حاله نادره المعدل هو 45 46 سنه فهذيك الظرف الزمني ل 45 46 سنه هنا فاش المراه خاصها تاخذ المسائل بالجد وتهيئ لها الاعتبار وتهيئ لها لان لا مينوبوز سو بريبار ماشي تاعها تجي لا مينوبوز عاد تقول لك خاصها توجد راسها كاين عدد ديال النصائح اللي كنا نعطيهم لك المراه ديال 45 سنه باش تبقى دائما يعني في صحه جيده. طيب دكتور انا تنشكرك صراحه على اختيار الموضوع وبهكذا نكونوا ردينا عدد من المستمعين ديالنا اللي كيبعثونا رسائل وتيقولنا الله يكثر خيركم معافاكم بغيناكم تكلمونا على هذا الموضوع فالارقام ديالنا راه نفتحوا ستوندار باش ناخذوا اتصالات اذا كان هناك اي سؤال سواء لا في الموضوع ولا في التخصص ديال الدكتور عبد الوهاب زيزي مشكور دكتور اختصاصي في امراض النساء التوليد وعلاج مشاكل الخصوبه والانجاب اليوم تنتكلموا على الفتره ديال انقطاع الطمث او الدوره الشهريه كيفاش ممكن المراه انها تهيئ لها شنو هي الامور اللي خصها تاخذها بعين الاعتبار حنا تبارك الله دكتور شرح لنا في هذه المقدمه هذه انه ما نتكلموا عليها يعني بشكل نهائي بعد قضاء سنه كامله ديال انقطاع الدوره الشهريه فعلا ياك دكتور اما قبل تيولي غير عدم انتظام يمكن ديال الدوره الشهريه فعلا طيب غادي نحاولوا نذكر بالارقام سريعا 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33 غادي ناخذوا دكتور اول مكالمه زهره من الدار البيضاء السلام عليكم سيده زهره صباح الخير لاله صباح الخير مرحبا الله يجزيكم فيكم بخير على هذا البرنامج ويجزي الله بخير الدكتور زيزي وانتم الاذاعه كامله وشكرا غادي نسول الله يجزيك بخير تفضل لاله زهره مرحبا بك هذا واجب الله يجزيك بخير عندي حفيدتي بغات على 11 عام وجاتها الشهر الاول بقات بها شهر وبقات كدوز في الخر بقات تدوز داك الشيء كحل داتها ماماها للطبيب ودار لها ليكوغرافي داك الشيء قال لها عادي دابا هاد الشهر هذا جات شي فيضة داك الشيء عمرنا ما شفناه بحيث نديرو لها مسكينة ليكوش ونحيدو ونديرو ليكوش ونحيدو ونديرو وليلة ونهار وعاوتاني ماما هدات الطبيب قال لها هاد الشيء غير لي زورموند ديالها ما مقاديش واش لي زورموند ولا شنو مخلوعين عليها دابا جات كاع حتى داك فقر الدم داكو زيد ايوا هادشي اللي كيبغي يجعل هادشي في ميزان الحسنات الله يبارك فيك لاله اللهم امين هذه تحيه لنا زياد الدار البيضاء بعدا اولا السن ديال البلوغ بعض الاحيان كيجي في 11 عام بعض الاحيان كيجي 9 سنين تعرف انا بين قوسين السن البلوغ اليوم سميه راه تيجي مبكر صح اكوز دي بيرتيوباتور اندوكرين اللي هضرتي عليهم بعدا شنو نخصو لهم حلقه باش نسالو شنو نهضرو لي بيرتيوباتور اندوكرين مهمين جدا وتاثروا مباشره على الاطفال اذا بالنسبه لهذه السيده هذه فعلا ان سن البلوغ سبحان الله بحال اولنا بحال اخرنا حكم ان تيكون هناك اضطرابات في سن البلوغ مباشره بعد سن البلوغ الدورة الشهرية كتجي مجهدة بزاف ومن بعد ثلاث سنين حتى هي بحال سنين بحال المرحلة ديال لابريمينوبا تنقص والمسائل كتدخل إلى مجاريا بالنسبة لهاد الفتاة هذه اللي عندها 11 عام وكتجيها النزيف النزيف كثير على ما كتقول الأم ديالها فقر الدم بسبب كي بطبيعة الحال غيتسبب بها فقر الدم كل ما هنالك ملي كنعملوا ليكوغرافي وما تلقاو لا كيست لا فيبروم لا حتى شي حاجه تندخلوا الميدان بالنسبه لهاد السيده هذه هاد الفتاه بالذات مشكل هرموني اضطرابات هرمونيه وبالتالي كاين ادويه اللي تيمكننا نعطيهم دي بروجيستاتيف راه معروفين الطبيب تيعرفهم اللي كتاخذهم مده 25 يوم 20 حتى 25 يوم كتاخذ يعني واحد الادويه وبالتالي ما تتبقاش تجي هذيك الدوره الشهريه بمجهده اذا بالنسبة لهاد السيدة ديال الدار البيضاء تنصحها باش تاخذ الأدوية اللي تعطي البنت ديالها شي أدوية دي بروجيستاتيف باش ما يبقاش يجي هذاك الشيء مشات. طيب هذا هو الجواب. طيب دكتور شكرا على الجواب ديالك ونتمناو جد لاله سهرة تكون سمعت الجواب. غادي نمشيو ننتقلوا ناخذوا اتصال مريم. السلام عليكم مريم. أيمن غنبقى في الدار البيضاء. صباح النور حبيبتي مرحبا بك.
دكتور هو شكرا دكتور زيزي كنشكركم كنستافدوا منكم الله يجزيكم بخير. اهلا وسهلا. عفت انا عندي جوج اسئله. انا عندي لي فيبرون وقالت لي فاش درت درت راديو داكشي قالوا لي غير سميتو ديال الهرمونات الاستروجين وقالت لي الدكتوره تراقبي كل 6 شهور يعني ما كاين حتى شي مشكل تراقبي كل 6 شهور. بغيت عارفه كنت الدكتور زيزي واش زعما ما كاين شي زعما واش ما كاين شي خطوره ولا شي حاجه زعما و وتينو تيكون عندي ملي كتسالي مني الدوره الشهريه تي تينو لي حبوب صغار واحد السيمانه ولا هكاك وتعاودو يمشي. واجد لي فيبرون ما عبرتيهم درتي ليكوغرافي شحال فيهم وشحال شحال في عمرك وشحال فيهم؟ ما عرفتش شحال فيهم صراحة. وحدة كبيرة شوية والاخرين صغار. طيب دابا شنو هو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي واش ما كاين زعما شي خطورة ولا شي حاجة؟ أنا الطبيبة قالت لي غير مراقبة زعما ما كاينش ولكن بغيت ناخذ رأيك إلا كان. واخا لا لا مرحبا. الله يجزيك بخير. شكرا. بالنسبه اللي في بوم على حسب الحجم ديالهم اولا خاصك تعرفها سميه من حد الحجم كبير من حد يعني تيكون هناك اضطرابات وتكون الدوره الشهريه مجهده وتيكون هناك نزيف تيكون اضطرابات ديال الدوره الشهريه في اي وقت ديال الدوره. هذه الاولى. ثانيا الفيبروم اذا كان صغير ما كاين حتى مشكل كيما كنراقبوه. ثالثا الفيبروم على حسب السن. إذا كانت المرأة عندها 40 ولا 45 سنة ما عندوش شي تحيد لأنه كيدوب مع انخفاض الهرمونات لأن عنده علاقة مباشرة مع طلوع لي زوستروجين. صحيح. يمشي بوحدو ياك دكتور. ماشي تيمشي بوحدو ولكن تينقص من الحجم ديالو. طيب. بالنسبة للناس اللي فيهم الفيبروم بصفة عامة إذا كان هناك نزيف حد أنا خصو يتحيد. كنعطيو الأدوية نظام بخومي طون. والادويه اللي مجبش الله عليك الساعه كنطرو باش نحيدو لك الفيبروم. هي خصك تعرف بان العمليه هي بسيطه وبسيطه جدا على حسب الحجم تيمكن لهم تحيدو غير بالمنظار. ولا كان كبير طبيعه الحال يمكن نحيدو بالعمليه ديال الجراحيه اللي هي بسيطه وبسيطه جدا. اذا على حسب كل حاله على حسب السن على حسب الحجم على حسب عدد ديال المسائل اللي عاد ناخذوا انديكاسيون اوبيراتوار. يعني كل حاله كل حاله حالة خاصه. طيب اللي غادي نوصيو مريم على الطبيب ديالها ياك دكتور؟ بيان سور. طيب شكرا لك مريم حبيبتي على التفاعل ديالك ومرحبا بالمستمعين ديالنا اللي حابين يتواصلوا مع الدكتور عبد الوهاب زيزي دكتور اختصاصي في امراض النساء توليد وعلاج مشاكل الخصوبه والعقم مدينه الدار البيضاء. تنشكروا على حضوره معنا كعاده كل يوم اربعاء. حفظوا معنا هذه المواعيد. حنا دائما الاشاره من اجل التوعيه فقط ونساعدكم ولكن تشخيص دائما تبقى بقرار الطبيب ديالكم المعالج مستمعين الاساس. شامه من الرباط دكتور ناخذ اتصال شامه. السلام عليكم شامه. الو سلام عليكم. صباح الخير مرحبا. الله يخليك اختي بغيت نسول الدكتور. تفضلي حبيبتي تفضلي. لان انا عندي 46 سنه ومشات على اليد. شنو هي؟ 46 سنه. مشات لك الدم شحال هذه باش مشات؟ دابا شي 5 سنين تقريبا مشات لي على 41. على 41 داكور. شنو السؤال؟ لان المشكل انا كنت كنعاني من تكريوس لان كنت كان عندي داويت اللي ما بقاش ولكن دابا باش قاطعت ليا دابا كتجيني واحد الصهدك بزاف. طلعني واحد الحراره ديما كناخذ عليها دواء كيف تتربى اي دواء كيقول لي خاصك غالي وانا ما عنديش الامكانيات باش غناخذ. المهم الا كان شي دواء هكا مناسب نقدر ناخذه. واخا شامة حنايا باش نتفقوا ما تعطيوش اسماء ادويه لانه هذا ماشي استشاره طبيه فقط غير غنصحوك شنو بامكانها دكتور انها تقدر دير. عندها تكيوس سبب ليها تكيوس داز دابا عندها لامينوبوز ما يقدر ما يكونش سبب ليها. لا لا ماشي ما عندوش علاقه. لا. اولا تحيه لزهر الرباط. بالنسبه لهذه السيده هذه عندها المشكل الاساسي ديالها هي الكربه ديال الصاد. تعرف بان الكربه الصاد تطلب الادويه في بعض الاحيان عندها الحق الادويه كتكون شويه يعني الثمن ديالها شويه تيكون طالع ولكن كاين نصائح باش الكربات الصاد تهبط ليها بحال مثلا التغذيه اكبر عدد ديال الفواكه اكبر عدد ديال لي فروي كذلك تنقص من اللحوم الحمراء وتكثر من اللحوم البيضاء يعني وتكثر من الرياضه. هذه الاولى. ثانيا هادشي مازال ما درناش الدواء شي غير نصائح. ثانيا خاصات يعني لا دوش تكون دوش تياد ما تكونش دوش يعني تاخذ حمام دافي. الحمام دافي. الحمام الحمام ما تبقاش مشي له. ما تمشيش الحمام. وسمعي شنو؟ مشات الحمام ما تمشيش الحمام. ما بقيتش كنمشي له. هي
الحمام تجاوزو ودير واحد لادوش تياد دائما تياد وتفضي بالماء بارد دافي وتكمل بالماء بارد. ثالثا المشروبات اللي سخونه تجاوزها حتى هي يعني تكون شويه دافيه ما تكونش شويه سخونه. رابعا خص يعني الشراجم يكونوا محلولين ما يكونوش مغلوقين يعني واخا البرد تحل عليه شي شويه بعدا باش ما تجيش هذا الشيء يعني مساله سهله هذا الشيء كلشي هذا الشيء بلا فلوس اييه باش تخفف شويه من هذا. تفضل. كاين التغذيه كاين الصوجه اللي خصها تاخذ يمكن تاخذ السلميه ولا الصوجه هي السلمي كنتفع بزاف يعني في لي بوفيت شارع اييه واخيرا هي كمشروب مغلف فعلا وكذلك الملابس ما تكونش ملابس يعني سخونه بزاف هذا الشيء اللي ممكن نعطيك النصائح على الشامه مربط. شكرا دكتور الله يرحم الوالدين. شكرا حبيبتي الله يزيد فرحتك يا شامه. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا على تفاعلكم اكيد غادي ننتقلوا لبوسكوره دكتور غادي ناخذوا مريم. السلام عليكم مريم. السلام عليكم اختي سميه. مرحبا حبيبتي تفضلي دكتور. بارك الله فيك اختي وكنشكرك بزاف على هذا البرنامج وكنشكر الدكتور زيزي. اهلا وسهلا تحيه للناس ديال بوسكوره. بارك الله فيك دكتور انا دكتور في العمر ديالي 47 سنه. مازال كنت حيت الوالده دكتور هذه مده 7 سنين. دابا وليت كنحس بزاف بهاد الصعده كتجيني شي 6 مرات ولا 7 ولا اكثر في النهار. وديما عرقانه واخا يكون البرد القاسي انا ديما فازقه ديما نبدل حوايجي. هذه المعاناه دكتور اللي كنعاني ومن حيت الوالده ما بقيتش راقد مع انه راه خلى ليا الدكتور اللي حيد ليا قال لي راه القرون خليتي. خلاك القرون خلاك البويضات. اي هذا سيرتو مي انتيرناكسيل داكور يعني ماشي توتال يعني ملي كتحيد الوالده كاين جوج الانواع كتحيد الوالده يسموهم توتال سون كونسيرفاسيون انكسيل يعني ما كتخلي حتى شي حاجه لا كرون لا بيضات في بعض الاحيان تتحيد غير لوتيروس تخلي لي ترومب وسمو كتخلي لي زوفير ما عنيناش بالنسبه لهاد السيده هذه اللي خصك تعرفها سميه انت نتا تشوف كل شيء كيتشكى من عند الكربه ديال الصحه راه السؤال اللي تحطت السيده قبل قليل من الرباط نفس السؤال اللي كتحطت السيده بوسكوره ما عرفتش واش سمعت الجواب ولا ما سمعت الجواب خاصك تاخذ بعدا ادويه ضد لي بوفي تشالور خاصك النمط الحياه ديالك يتبدل خاص التغذيه تكون واحد التغذيه خاصه وخاص رياضه خاصها دير رياضه كذلك وتقلل من اللحوم الحمراء هادو هما النصائح اللي تيمكن نعطيهم في لي بوفيت شارجا ولا بالاضافه الى لاندوج تشيد الى اخره هادشي كله جاوبنا عليه. طيب دكتور اخت سمينة. نعم حبيبتي مريم سامحيني الله يخليك ماشي مشكل زادت الوزن يعني دابا زياده الوزن زادت وصلت ل 81 كيلو اي هذيك زياده الوزن كنعاني من الركابي بزاف الدوز وهذا كنعاني بزاف ايوا في حقيقه الامر انا قلت لك الوزن راه هضرنا عليه يعني هذه طبيعي نظرا لانخفاض الهرمونات وهذاك الوزن وهذا الشيء اللي عندك في, في, في يعني في الركابي الى اخره هذا الشيء كل شيء عنده علاقه مع السمنه وخصك واحد الحميه واحد الريجيم اللي خصك دير باش تضعف فو فيغ ان ايفور صح وحنا دابا وصلنا في الالم دونك خصك الحركه ياك حبيبتي مريم تقدري تمشي شويه ممكن كنتمشي كندير مدرسه ونجيب واحد ريجيم تحيد السكريات بعدا هما الاولين السكر تحيد واخا دكتور السكر كناكل واش احنا فيه مسكينه والحاله النفسيه كي دايره مريم شويه كنعاني من الاكتئاب انا كنعاني من الاكتئاب الحمد لله الحمد لله كله راه عنده العلاج دابا المشكل دابا الاكتئاب تيقول لك هادشي نورمال سي لا مينو راه سي با نورمال سي نورمال سون سي انورمال سون زيت نورمال الا بغيتي كاين مساعده حبيبتي مريم شوفي الطبيب ديالك الا جات على خاطرك سيري شوفي صحتك هي الاولى وغادي يعطيك ادويه خاصه اللي غتعاونك من هذه الحاله هذه انت كتقولي باقي وليداتك باقيين صغار كديهم المدرسه محتاجين لك بزاف وانت محتاجه نفسك صافي مريم شكرا يلا حبيبتي خلينا لك الراحه شكرا لك شكرا لك مريم حبيبه طيب دكتور غادي ناخذ اتصال سعاد من سلا السلام عليكم سعاد لالا سعاد طيب انقطع الاتصال سعاد طيب دكتور غير باش ناخذوا فكره اكثر ممكن لانه انقطع الاتصال ديال سعاد اش كيوقع لما كتنقطع الدوره الشهريه في الجسم ديال المراه شنو او شكون اللي كيكون مسؤول على ديك الدوره الشهريه انا قلت لك اللي كيكون مسؤول هو لي زورمون لي استروجين لي بروجيستيرون اللي كيكونوا يعني سيكريتي بار لوفير
يعني البويضات هما اللي كيعطيو هذوك هما اللي تعطيو هذوك الهرمونات الضروريه ملي تيتقاداو، لان كتعرف بان المراه عندها واحد الرصيد هذاك الرصيد ديال البويضات اللي كيتقادى بعد 45 سنه. يعني غير فقط غير بعامل السن كيتقادى، ولكن اسباب اخرى اللي كتسرع من لا هذوك الاسباب علاه ما هضروش عليهم. لا زعما باش الناس تفهم اسباب علاش يقدر يكون هناك سرطان اللي كدير لا غاديوثيرابي ولا كدير لا شيميوثيرابي تقدر تقللها من هذا الرصيد. تقدر بعض الادويه تيقلوا حتى هما من الرصيد الى اخره، ولكن يعني حنا كنهضروا بصفه عامه. واللي ولدات واللي ما ولداتش عندها لا لا ما عندها علاقه لا ما عندهاش علاقه. اللي ولدات واللي ماشي ولدات، المراه عندها واحد الكابيتال لو مخزون، واحد المخزون هذاك المخزون كدوز به حياتها ملي كتوصل ل 45 تيتقاد غالب الله. ماشي كي كتلقى لي 45 واخا كتجي هاد الدوره نفس لا كاين 45 كاين 50 سنه كاين 55 سنه على حسب كل مرأة. حنا المعدل عندنا هو 48 50 سنه ديال المينوبوز 50 سنه قول 50 سنه في بعض الاحيان 45 في بعض الاحيان 55 على حسب، ولكن المعدل هو 50 سنه. هذيك 50 سنه ملي كتقاد لك راسي هي لا مينوبوز ما كيبقاوش هذوك لي زومون. واخا التغذيه عندها دور بطبيعه الحال، عندها دور التغذيه عندها دور مهم يعني سيدي المغلية في راسها في شبابها كتكون مزيان وداك الشيء تقدر تبقى مع هذا الراسي. هادشي كله غادي نهضروا عليه لان ما بقاش الوقت. طيب ولكن ربما الاسبوع المقبل غادي نهضروا على العلاج وعلى الوقايه الى اخره، لان ما يمكنش دابا في خمسه دقائق نهضروا. واخا دكتور، ولا سيما بان كاين عندنا واحد المكالمه من القصر الكبير لطانطانيا. برافو عليك، يلا نقولوا حسنه مشي لطانطان نحيو ساكنه طانطان. حسنه السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك لاله. اش اخبارك؟ فرحانه باللقاء معكم. ربي يخليك حبيبتي. معكم الناس الوطيه. ممكن تقدينا غير التليفون غير باش نسمعوك مزيان لاله حسنه؟ الله يرضى عليك. وكنسمع واحد ياك دكتور ماشي بوضوح. على كل حال غنحاولوا نسمعوك احسن بعدا. مرحبا بك. مرحبا بك. تحيه للناس ديال طاطان. اهلا وسهلا. مرحبا. وجيتي العيون كنسالوك حقنا حتى حنا. جينا العيون نجيو لطاطا ان شاء الله. شو الوطيه؟ مرحبا بك. رانا كنعانوا الصراحه في صمت، لان حتى الماموغرافي ما كاينش في مدينه كبيره كطنطان الوطيه صراحه رعيب وعار. لاننا كنعانوا لا ما كاينش، كيقول لك حتى كيتجمعوا 30 واحد كنجيبوا واحد الكهرباء. لا يا حسنه للاسف انه كاين صوت مزعج غير في التليفون باش ما نزعجوش حتى المستمعين ديالنا معنا ونسمعوا حسنه بوضوح. كان بدنا نسمعوا السؤال، حنا غادي نشوفوا غير شنو السؤال ديال حسنه. غتشوف مع سناء المخرجه تحاول الصوت يكون مقاد، وناخذوا اتصال ديال فاطمه زهره من القصر الكبير اذا كان ممكن. ناخذوا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمه زهره. صباح النور. دكتور لاباس عليك. صباح الخير. اهلا وسهلا. تحيات الساكنه ديال القصر الكبير. بارك الله فيكم. ما تمشيوش غير طنطان، اجيو حتى القصر الكبير. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. شتي الكرم ديال المغاربه معروف بالكرم. تبارك الله. شكرا دكتور. عندي واحد السؤال دكتور. انا كنت درت لا شيميوثيرابي كما كتعرف اختي سميه، كان عندي كونسير دو سان. تقطعت عليا في الاول حصه ديال لا شيميو تقطعت في 46. ولكن دابا هي ما كتجينيش من ذاك الوقت، ولكن ديك البوفي دو شالوغ باقا كتجيني. فوقاش درتي لا شيميوثيرابي؟ شحال هادي واش وقفتيها ما وقفتيهاش؟ علاش درتي لا شيميوثيرابي؟ شحال الوقت درتي لا شيميوثيرابي؟ نعم كونسير دو سان كان عندي. داكور داكور. كونسير دو سان درتي لوبيراسيون. درتي لوبيراسيون شيميوثيرابي راديوثيرابي الحمد لله. شحال هادي الوقت؟ هادي دابا 7 سنين. ايوا صافي دابا نجحتي. واش عندك المشكل؟ لا لا ليسبيرونس 5 او دلا 5 صافي كتكون ما تبقاش المشكل. دابا ديك البوفي دو شالوغ باقي كتجيني مره. اي سي نورمال سي نورمال سي نورمال، لان ما كاين حتى مشكل. لا ما كاين حتى مشكل. اللي كاين لا اللي كاين اولا ما خصكش تاخذ لي كومبريمي ديال المينوبوز اللي تيعطيو الاطباء بصفه عامه. لا كناخذ غير ديال الهرمونات دابا، كناخذ حتى حاجه اخرى. اش من هرمونات كتاخذ؟ دي بروجيستاتيف؟ اش كتاخذ؟ نقدر نقول لك السميه ديالها؟ هي هي السميه ماشي مشكل. انا استروجون. بون سا سي هذا استثناء. لا لا انا ما معروفش بزاف لان انا خاص بالناس اللي فيهم. خاص نعم. سيتي هرمونوثيرابي ما عندها حتى شي علاقه. اللي كاين وهي اللي كيجيوك لي بوفيت شالور خصك بحال اللي قلت لك لالا. نعم. خاصك واحد النمط ديال الحياه ديالك يتبدل. شنو هو النمط؟ لاليمونتاسيون فوندامونتال، يعني التغذيه اساسيه اساسيه من ناحيه ديال لي بوفيت شالور.
خصك تقتل من الصوجة داكور نقول السلمية سلمية نقول السلمية سلمية تبقى على خاطرك الصوجة نقول لا لا السلمية ماشي مشكل أنسويت اللحوم الحمراء خصك تجوزها ما تاخذهاش ام لا ما كناخذهاش هذيك هانيه منها نهائيا مساليه من السكر مهانيه منه وكاين شي كاين شي حوت عندكم انتم الحوت تما مزيان موجود الحمد لله الحمد لله هو اكثر من الحوت شي شويه غادي تكثر لا سيما الحوت يعني الدهني يعني لي بواسون غران دهني بحال الارينغ بحال الطون بحال الطون بحال السرديل بحال السومون هادو مزيانين واخا دكتور شكرا بزاف مازال ما ساليت واخا انا غير كنشكرك يا الزبانه واخا نسمع طيبي شي تاكرا لاله فاطمه الزهراء يلا مرحبا بك الوغ شنو خصها تزيد هاد السيده هادي الدوش تكون تياد ما تمشيش الحمام السخون ما كنمشيش الحمام اللي عملت العمليه ما كنمشيش الحمام صافي دير دوش تياد وتفضي بالماء بارد تفضي بالماء بارد يعني نعم. اخر حاجه شلي بالماء بارد نعم واه كاين واحد المساله تاهي مهمه جدا غادي نقولها للناس يعني كاين واحد واحد القربات ديال الماء اللي كيتباعوا في لاباغا فارماسي سميتهم هوت كولد باك سي دي هوت كولد باك شنو هوت كولد باك سخون والبارد هي هوت كولد هوت كولد باك نعم تيتباعوا في لاباغا فارماسي هذوك القريبات اللي كنديروا ديال المخفوق هذوك القريبات اللي كنديروا ديال المخفوق هذوك هاد هوت كولد باك هادو ديال هاد 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 بحال القربه ديال الماء كدير في الكونجيلاتور اييه كتعملها في الكونجيلاتور وكتبرد كتولي حجره بارده الوغ هذيك ملي غادي تشريها من لا فارما هي في لاباغا فارماسي ما عرفتش عندكم انتوما في عندي عندي انا جوج في الدار عندك جوج في الدار ترجعوا ثلج والله في الثلج دائما عندي في الفريكو اسمع هذيك غادي تخرجي وحده وتبركي عليها تقص عليها واخا علاش غتقص عليها لان خص تعرف بان العروق ديال الدات كلها كيجيو من لو باسان يعني من اسفل البطن من اسفل البطن تما توت لا فاسكولاريزاسيون تو لي نير تيخرجوا من تما دايوغ المراه ملي كيكون فيها الدوره الشهريه تحرقها مثلا ولا كيكون فيها ارهاق الى اخره يكفيك باش تجلس على هاد هاد يعني بحال كريوثيرابي لان اليوم لا كريوثيرابي راه خدات واحد الدور مهم جدا في الناحيه ديال الطب العلاج بالله غادي تاخذ واخا بارده دكتور واخا بارده كنشوف لك خاصها تكون لا لا كلشي سخونه حنايا ما كاينش لا لا بارده بارده دير واحد الفوطه غادي دير واحد الفوطه سمعني مزيان نعم غادي ديري واحد الفوطه الله يرضى عليك فوق منا اييه وتجلس عليها وغادي مابقاش فيك نهائي لي بوفي دو شالير شحال ديال الوقت شي ربع ساعه نص ساعه ربع ساعه نص ساعه قالك شي اللي قديتيها ديرو ماشي مشكل وما فيها ما فيها معلومه زوينه هذه والله انا جديده معك بحنايا ورد علينا الخبر السيمانه الجايه صافي ان شاء الله باذن الله شكرا بزاف شكرا اختي شكرا لك فاطمه زهراء حبيبه ديالي وغادي نمشيو نختموا اخر مكالمه معنا الوطي ياك دكتور طبطان حسنا الله يحفظكم مرحبا بك حسنا حبيبه ديالي تفضلي وني بيكم من الوطي من المنبر ديال ام اف بي ملي كنتيقوا فيه اللهم بارك عليكم جزاكم الله خيرا على هذه البرامج القيمه الصراحه وهاد الدكاتره اللي في المستوى ما شاء الله بارك الله فيك حبيبه ديالي الله يجزيكم وكيف قلت لكم بالنسبه للوطي راه كتعاني فيه صمت وطنطن يعني ما كاينش الماموغرافي وهذا راه الصراحه من راه عيب وعار الصراحه من هذا المنبر كنقدموا نوجهوا النداء باسم النساء ديال الوطي وطنطن باش انه يكون عندنا اقل شي حاجه مركز للنساء راه كاينين مشاكل هنا راه كاينين نساء كيموتوا بسبب هذا الشيء ديال لسا انا دابا نتمنى قطاع الصحه نتاعش في هذه المنطقه هذه كيف ما البنيه نتاعش تبارك الله والانجازات كاينه حتى القطاع نتاعش والمدينه كبرات ما شاء الله وكاين لي فوليسيون ماشي زعما اللي قريبه من طنطن اقرب مركز ديالك اللي كتمشيو له العيون حنا دابا حنا الوطيه 25 كيلومتر اقرب مركز عندنا هو طنطن ولكن طنطن كيفتقر لهذا الماء لانني انا مشيت عند تجربه لا دابا شنو هو لا فيلا بلو بروش ديالكم شنو هي؟ نفس المسافه بينها بين طنطن مع اكادير هي طنطن مع العيون لا نفس المسافه شحال المسافه كاين بين طنطن تقريبا واكادير طويله نفس المسافه شحال. هي هي شحال تقريبا شي خمسه سوايع بالكار هكا واربعه وي باش نمشيو اما اختيار الاكادير ولا اختيار الاكادير شوف واختيار شوف شنو السؤال بعدا
أنا بالنسبة للسؤال ديالي، أنا دابا منين توفات عندي واحد الأخت يمكن دابا شي عامين تقريبا، والألم اللي كان جاني جاني في الدرع ديالي وفي هذه البزولة ديالي اليسرية. باش توفات صافي يعني رخيص باش توفات بلو سا كونسير دو سا؟ لا هي توفات موت عادي، ولكن ديك الصدمة ديالها بحال جاتني أنا يعني داك الشيء مات عليا الدرع ديالي. من بعد ولات هذا العام هذا كنكتشف بأن كاين واحد الوليسيسة صغيرة في البزولة ديالي اليسرية، فاش كنمشي عند الطبيبة هنايا جيني غالي داك الشيء. المهم قالت لي خصك ديري الماموغرافي، طلعت يعني هاد صافي دابا شي 5 مو ولا 4 مو كنطلع شك جو غلطانطان على اساس كيقول لك تقيد حتى من بعد واسميتو باش انني ندي بلاصه حتى لاكادير والعيون كاينين اكراهات ديال العمل والله يحسن العوان كاينين كاع اللي ما عندوش امكانيات ابر على الاكراهات. والمهم الحمد لله ما كاينه دابا حتى شي اعراض جانبيه يعني ما كنحس لا بعيا لا بوالو، ولكن مره كيشدوني الم في ديك البزوله اليسريه سير شويه تعرضت للبرد هكا ولا خرج في البرد ولا سميتو، وما عرفش دابا شنو المعمول وشنو الحل. حنا في يد الله، كل شيء في يد الله. ما عندكم حتى شي اسبقيه عائليه ديال سرطان الثدي؟ لا الشامي صافي. شوف دابا المشكل هيك يخرج لك الالام كيفكروا في السرطان ولا شي سيساج حاجه يقول لك سرطان، لا ما خصهاش نمشيو بعد هذا الاتجاه اولا. ثانيا بالنسبه لهذه السيده هذه يمكن تطمن نفسها، بعدا خصك شويه ديال المغنيسيوم انت، خصك شويه ديال المغنيسيوم لان عندها ديفورميمون، عندها مشكل ديال الدرع اللي تيضرها الى اخره، هادشي كلشي تطلب شويه ديال المغنيسيوم. ملي كتكون ناقصه المغنيسيوم كتكون هذيك لونغواس جاي من داك التوتر وداك القلق، التوتر كيجي من داك القلق المغنيسيوم باش تهدن شي شويه. ثالثا شاف الطبيب ديالها هذوك الاعراض ديال السرطان هما باينين بالنسبه لهاد السيده، ما عندها حتى شي اعراض، ولكن ماشي سي با اون اورجونس. ولكن باش تطمن نفسها مع كامل الاسف راه كتقول لك في طنطان ما عندهمش تما مراكز ديال لا ماموغرافي. نتمنى مع الله في المستقبل القريب تمنى يكون تما واحد يعني واحد متنقله، ونتمنوا على الله شي نهار هذيك الكهرباء اللي مشات يلاه دكتور فكروا فيها، فكروا فيها في طنطان هي اللي مشات يعني للعيون، نقدروا نمشيو ان شاء الله الوطيه ان شاء الله في اطار يعني وقايه ديال سرطان الرحم وسرطان. يمكن يكون هناك مع المسؤولين نذكروا عليهم على المساله التنظيم، خصها وقت باش تحيي الحال وما يكون غير الخير ان شاء الله. يا رب امين دكتور، الله يجيب السلامه والشفاء لكل مريض والمستمعين ديالنا اللي تواصلوا معنا في حلقتنا ديال اليوم. شكرا لكم اللي ما قدروا شي دقيقه الوقت، انا ان شاء الله الاسبوع القادم ياك دكتور غادي نكملوا حديثنا مازال ما يلا بدينا هذا يعني شنو هو الجزء الاول؟ الجزء الاول باقي المسلسل طويل، المسلسل الحلقه الاولى مازال حلقات. صافي دكتور الله يكثر خيرك، بالتوفيق لك ان شاء الله، بقيت يوم طيب وممتع. غادي نمشيو فاصل ياك مسامع.